أنا دكتور بهيج، ده اسمي. وحيد، دي حالتي. وحيد جداً، حياتي مملة وخالية تماماً من أي أحداث. لما أحب أحس إن حياتي مش مملة بفتكر زمان، بابا وماما كانوا أول مصريين راحوا إعارة للخليج، عملوا قرشين وجابوا المروحة والكاسيت الدبل، وقرروا يرجعوا عشان يربوني في وسط أهلي وناسي في وسط بلدي مصر. افتح الطريق. متشكر قوي. افتح يا عم. وكل اللي فضل سليم بعد الحادثة أنا والمروحة. وجه جدي واستلمنا، بالرغم من أن دي كانت أول مرة نشوف فيها بعض، إلا أنه اداني حنان الدنيا كلها. كان فرحان بيا قوي، كأني هدية ربنا بعتها له في عز وحدته. ومع الوقت ارتبطنا ببعض أكتر وأكتر. ما بقيناش نعرف نستغنى عن بعض، لدرجة إني كنت بستنى يوم أجازتي عشان أروح معاه الشغل، أصله كان بيشتغل مدير الجنينة. وهنا اكتشفت عالم تاني خالص. اتربيت وسط مخلوقات جميلة، ذكية، حساسة، دمها خفيف. ودي كانت أول هدية جاتلي في حياتي. هتسميه ايه؟ حنف. ولما كبرت وقدرت أخش كلية طب بيطري وجيت أفرح جدي، الله يرحمك يا جدي، الصدمة كانت شديدة، حتى حنفي ما استحملهاش. ومن ساعتها عرفت المعنى الحقيقي لل عبيد. عبيد. الوحدة. اتأخرت على الشغل. وهذا المزلاج الباتي ناجي أصبح وسيلة انتقالي الوحيدة عبر طرقات وأنتريهات الشقة، اسمه العلمي الإسكوتر. هناك من يسمونه سكوتر زي كمبيوتر، وهذا خطأ لغوي شائع. عادة لا أتأنق بهذا الشكل المبالغ فيه وأنا ذاهب إلى عملي، ولكن النهاردة يوم مش عادي، أصل ليلة جاية. يا ترى هعرف أكلمها ولا زي كل مرة؟ كده تمام. رجعني ساعتين تفضل حمرتك بحر حريمي. لا والله.
والله يا حبيبتي والله كنت طول الليل في العيادة بعمل عملية القطة، صاحبتها بقى مغرقة نفسها برفيوم فطبيعي ان هدومي تلقط. طب كنت قافل تليفونك ليه يا حبيبتي؟ ما انا بقولك كنت بعمل عملية، يعني هكون بعمل ايه؟ محتاج اركز، لازم اقفله. وبعدين بلاش بقى الشيطان يقعد يوسوسلك بالحاجات الغريبة دي، انت عارفة انا بحبك قد ايه، ده انت مراتي وحبيبتي وامي. عملت ايه في العيادة امبارح مع الموزة يا بتاع القطط يا مخربش؟ طلعني طلعني يا الله يخرب بيتك يا بهيك، زي ما خربت بيتي وطلقتني على بيت اليوم اللي عيالك معايا في حته واحده. يبقى كنت بتكلم مراتك احسن، تستاهل، عشان انت راجل خلبوس وعايز عايز عايز شد اذنيك. وانت مالك انت؟ انت واصي عليا يا اخي. بقول لك يا بهيك اطلع من المكتب، مش عايز اشوف وشك النهارده خالص. عارف يا دكتور شريف؟ قال شريف قال اللي منعني من اني اتخذك كصديق او حتى انتيم انك رجل عربيد اخطبوطي متعدد العلاقات. يا اخي غور صداقتك ما تنرفزنيش، غور من وشي السعادي. انتك دي اكبر دليل على انه لسه عندك بواقي ضمير. ايه رايك نصحي هذا الضمير النائس؟ هيا بنا. انظر يا صديقي الى الجانب الايجابي في حياتك، انظر، متزوج من فتاه قوقازيه محجبه جميله، عندك سياره ماتريكس لونها قرمزي بالقسط، مخلف عيل غلس بخدود وبقوره شبع. سيب قرتي بقى وغور يا اخي من وشي، حتني وراك، حتني لحد ما صحي هذا الضمير. غور يا غور. ايوه حد مني عليه. انا اسف انا اسف يا ابني، اكبر بقى وبطل لعب العيال بتاعك ده، طلعت عين امي. انا اسف يا عم نصحي، انا كنت بضحك معاك. بضحك؟ طب روح روح شوف شغلك. طب اساعدك في ايه؟ روح اساعدك بس في روح. كنت عاوزني في ايه؟ جبت لك هوت شوكليت بدل اللي خلص، يا ريت تعملي منه كوبايه وتشهل عشان في حاله عايزه تيجي تساعدني فيها. عناي هات. هتعرف تلقف؟ لا يا لعيب. لا هوبا فوفا. بس عايزك بقى تطمني على الاخر، ايه حالتها بقت زي الفل، وعموما لو حصل لها اي حاجه كلميني. على فكره انا ممكن اجي البيت اكشف. بس مش هنتعبك؟ يا ريت. خدي رقمي دكتور يوسف، او ممكن بقى نشيل الالقاب خليها دكتور جو، كلميني في اي وقت هرد عليكي. نفس الكلمه اللي بتقولها لي كل يوم وبرضه ما بتردش. انا راضي ذمتك يا نسا، هنروح بعيد ليه؟ بصي ادي موبايله اهو اهو، كلمته امبارح 32 مره مسجل لي برشت. طب اتفضلي حضرتك دلوقتي ونبقى نتكلم بعدين، لو حصل لها اي حاجه تكلميني. باي باي. ايه يا عم ايه الدخله اللي دخلتها لي دي؟ كنت هتطير المصلحه. ده لفظ يقوله دكتور محترم؟ عيب على المعطف اللي انت لابسه يا اخي. بعدين انا مخصمك ما بكلمكش. ليه 32 مره كلمك ما تردش عليا؟ طب الهداوه كده، انت عمرك كلمتني وانا رديت عليك؟ لا. امال مالك بقى في ايه؟ مش عارف يا جو، يمكن عشان اصطدمت كالعاده مع صديقنا دكتور شريف. وليه؟ عشان بحاول اصحي بواقي ضميره اللي انت ساهمت في قتله. انا مالي يا عم، ما حدش بيضرب حد على ايده. طب انت راجل عازب وبوهيمي ومقضيها وقال بيتك مخور، ساحل الراجل معاك ليه؟ الراجل متجوز وعنده عيل سخيف شبهه بخدود. طب تعالى تعالى معايا وانا هصالحكم على بعض. ايه ده بقى وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لا فين الابتسامه الحلوه؟ اهي اهي يا جو اهي جو جو جو. صحه الحيوانات يا اخي. يلا 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 صالحني عليك يا حبيبتي. والله والله كان واحد صاحبي وبيهزر معايا يا رب. قلت له ما ينفعش ما يصحش تهزر معايا في الحاجات دي عيب، اعتذر لي فورا لما عرف اني بكلم مراتي وحبيبتي وام ابني. اللي ليه اهو البيه اللي بيقطص مراته وبيقضي العيال الحمراء في العياده كل يوم. يا اخطبوطي النزعه. ايه يا ابني؟ شوف 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 تعال تعال الحق يا شوسني، انا اتخنقت منه. بس هتلم المستشفى وطي صوتك. لا مش صوته، ده صوت ضميره اللي بيستيقظ. طب والله العظيم اقتلني وانا اللي جاي اصالحك يا حيوان. انت لا ينفع معاك الا العراك بالبلح يا كلب. والله انا موتك بلح يا كلب. هموتك بص. اهدوا يا دكاتره، في زباين بره. الا نسى ليلى جت. يا لسه الزبونه دي معصلقه معاك يا عمي؟ كله بالحنيه بيفك. ما اعتقدش انها هتفك، بنت دي الظاهر شكلها محترم.
صباح النور. انا عايزه الكلب بتاعي بعد اذنك. ليه بس؟ ده لسه ما خلصت العلاج. وبعدين احنا بعد لسه بعد اذنك. انا عايزه الكلب بتاعي، انا مش جايه اتناقش، ويا ريت بسرعه عشان مستعجله. خلاص يا فندم ما تزعليش نفسك، انا هروح اجيب لحضرتك الكلب حالا. طب ممكن حضرتك تهدي شويه؟ تحبي تشربي ايه؟ شكرا مش عايزه اشرب حاجه. انا باجي هنا تقريبا كل يوم بقالي اسبوعين، وكل مره حاله الكلب بتبقى اسوا، وده معنى حاجه من اتنين، يا اما حضرتك مش شايف شغلك كويس، يا اما بتهزر. وفي الحالتين انا هاخد الكلب بتاعي دلوقتي حالا وامشي بدل ما اعمل لكم مشاكل. أنا سليلة. نعم. صباح الخير، ازاي حضرتك؟ عاملة ايه النهاردة؟ الحمد لله. في حاجة؟ واضح ان حضرتك مش متذكراني. معلش مش واخدة بالي، مين حضرتك؟ حضرتك اخر مرة كنت فيه عندنا في المستشفى كنت منورانا قوي حضرتك، كنت منور المستشفى كلها. يوميها كنت بتحتسي النسكافيه بتاع حضرتك، وبعدين مع تاني رشفة او تالت، يا ربي تالت رشفة، هطلتي على روحك. افندم قصدي قمتي اسقطتي بضع قطرات على قميصك وطلبتي منديل. وبعدين انا المنديل، قصدي انا اللي اديت حضرتك المنديل من الشباك. يعني مين حضرتك؟ انا دكتور بهيج، اهلا وسهلا. انا بشتغل في المستشفى هنا، وكنت بتابع حاله الكلب بتاعك من ان الى اخر، واللي عنده ده فيروس اسمه البارفو، ده فيروس ملوش علاج في العالم، وانا شخصيا بعتبره فيروس خازوقي، علشان لما بيلزق في الكلب ما بيطلعش منه تاني. عموما الكلب حضرتك تقريبا قدامه يومين ثلاثه ويموت. بعد الشر ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا اسف، انا كان قصدي اطمن حضرتك. انا عايز اقول لك ان اليومين دول بعمل ابحاث علميه عن الفيروس ده، وبالفعل وصلت الى نتائج ايجابيه. تقدري تقولي بقى في بصيص من الامل؟ بصيص؟ يعني انت عايز مني ايه؟ رقم تليفون. عايز اقول لك ان اي شرفني اني اعالج كلب حضرتك. ثانيه واحده. ده الكارت بتاعي. فوتوشوب. عندي اخوه بس مع سنافر. ميرسي جدا يا دكتور، انا بجد مقدره اهتمامك، بس دي اخر مره انا هاجي فيها هنا. ارض لك يا دكتور. انسى انسى، في بلان بي. مهم الخروجه النهارده لوز. فاكر البنتين بتوع اللابرادور الشوكليت؟ انهي لابرادور شوكليت؟ اللي عضك. ايوه البنتين افتكرتهم، انت ظبطتهم؟ عيب عليك يا ابن اللذينة. بس في مشكله صغيره، معاهم واحده قريبتهم مش هينفع يخرجوا من غيرها، فلازم بقى نجيب معانا حد تالت يلبسها بدل ما تبوظ لنا الليله. ماشي، تفتكر نجيب مين؟ شو ايه مالك؟ ايه مش عارف ايه، متوتر ومتوجس. اول ما اشوف كميه السيدات دي على الحقيقه، وكلهم يا العين من فوق يا العين من تحت. طب ايه ده؟ بس تعال تعال تعال. اشرب. هتسقولي خمره يا انزل؟ خمره ايه يا عم؟ ده المشروب الرسمي بتاع المكان. دي تيكيلا. يعني 100% ما فيهاش كحول؟ الراجل بيقول لك المشروب الرسمي بتاع المكان، يعني مستحيل يكون فيها كحوليات. مش كنت قافش؟ اشرب عشان تفوق. يا اخي انت سبحان الله، بينطق من هنا قلبي يتقبض من هنا. انا توترت مش حاجه. ده ايه؟ اشرب. حاضر يا جو، حاضر. عشان انا بثق فيه. انما انت يا باي. حصل خير، حصل خير. بص يا بهيج، دي ما بتشربش كده، دي بتشرب مره واحده. قلب العقوق. ايوه مره واحده. معلش. صحيح بقى، وهيموت مننا وشكله هيبوظ لنا الليله. اوعى تفتكر ان عشان قبلت اجي معاكم المخور ده يبقى خلاص هنجرف معاكم في طيار الفساد. لا يا حبيبي، انا اللي جابني هنا حاجتين. رقم واحد ده واجبي كانتيم اني اقف معاكم في محنتكم اللي انتوا فيها دي. اتنين، ان النهارده عيد ميلادي. كل سنه وانت طيب. وانتوا بالصحه والسلامه. قلت اعمل حاجه جديده بدل ما اقضيك العاده لوحدي. صحيح يا بهيج، انت عمرك ما ظبطت واحده. صديقي جو، لا يوجد رجل بلا ماضي. يا سلام. على فكره انا مش هكمل. معلش عشان خاطر. في ظل السخافه اللي عمال يسخفها دي انا مش هكمل. معلش بس يا سخيف، بس قول لنا على اصيع علاقه. جو بتفكرني بايام الشقاوه. الله يجازيك يا جو. كانت علاقه الكترونيه، انا عرفتها من خلال الفيسبوك على جروب رامز جلال لافرز. اللي شدني ليها الايميل بتاعها، انا اندرسكور تعبانه دوت قوي ات ياهو. قلت اشوفها تعبانه ليه، وفوجئت يا جو، فوجئت. صوره في منتهى الجمال،
البنت لابسه مريالة بيض فرتين ماسكه مصاصه كبيره قوي حطاها في بقها ومكتوب تحت الصوره العب العب العب. انت متخيل يا جو في ظل الغابه الموحشه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي لسه في بنات بريئه يا جو؟ المهم فجاه من غير اي مقدمات عملت لي ريموف. اكيد قلت لها حاجه زعلتها. والله ابدا انا لسه فاكر اخر محادثه تمت بيننا بالحرف. قالت لي هتعمل ايه السيف ده اصله شكله سيف هوت هوت هوت. رديت عليها وقلت عزيزتي تعبانه صيفي هيكون كالاتي: هطلع جمصه افرش على الشط وراقب بقى اسراب القريبس وهي بتحمي بيضها ضد هجمات السلطعون المتكرره. انت قلت لها اسراب القريبس تحمي بيضها من هجمات السلطعون؟ دي غريزه فيهم يا شريف. وعملت لك ريموف بس انت كانت المفروض تديك بالشبشب. المهم يا معلم قابلتها تاني؟ بس المره دي في جروب ياسر جلال لافرز، وللاسف يا جو غيرت صورتها، لقيتها متصوره مع واحد منفخ كله عضلات شايلها على دراعه على البحر وماسكين سوا ازايز قعه. واضح انها انحرفت. هاي اهلا. ايه اتاخرتوا ليه؟ ايه ده؟ انتوا مش قلتوا فيه ثلاث حتت جايين؟ دول حتتين بس. صحيح. امال فين قريبتكم؟ عدينا عليها في البيت لقيناها تعبانه قوي. بمعنى طب تعالى معايا يا بهيم. اتفضل اتفضل. ايه ايه مالك؟ تمام بجد؟ تمام يا جو تمام. طب انا مش عايزك تزعل مني عشان الحته الثالثه ما جاتش وكده يعني. لا مش زعلان على حاجه. بجد؟ طب فين الضحكه الحلوه؟ اهي يا جو اهي. طيب وعموما انا عايزك تطمن جو هيعوضك. يا عم ولا تعوضني ولا اعوضك بقى، امشي روح لشله الانس بتاعتك. انا الحمد لله اكتشفت ان انا ماليش في السكه البطاله. انا اقعد على جنب اشرب لي 6-7 اكواب تكيله واروح. ده لو عرفت تروح. بالمرة صداع رهيب. وانت طيب يا كده؟ كالعادة هقضي عيد ميلادي وحدي في المنزل. اتمنى ايه؟ لا السنة دي كان عندي أمنية، كان نفسي ليلى تحبني زي ما بحبها، بس خلاص هي قالت لي انها مش جايه المستشفى تاني. يعني تقدر تقول كده كالعاده مفيش امنيات. انت وحشتني قوي. الحياه من غيرك قميئه ومزريه. انا كان نفسي تبقى معايا دلوقتي وزي زمان مع دقه الساعه 12 كنت تغني وتقول لي Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. يا جد انت صدقت ولا ايه؟ انا كنت بضحك معاك. سنة وانت طيب يا بهيج. بهيج 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 بهيج. انت مين دخلت هنا ازاي؟ عرفت اسمي مين؟ لو عرفت انا مين هتعرف انا دخلت هنا ازاي. اما بقى موضوع عرفت اسمك منين، شوف يا بهيج انا اعرف عنك حاجات انت نفسك ما تعرفهاش عن نفسك. عرفت انا مين؟ ضابط في امن الدوله.
ما هو يا ضابط في امن الدوله يا اما عفريت. عفريت. انا عندي استفسار. عفريت بمعنى ولد عفريت وشقي و ولا عفريت بمعنى عفريت بجد؟ عفريت بجد؟ اصرف اصرف اصرف. ما تخافش مش هأذيك. انا من الجن الطيب، اسمي مارد، الحاله الاجتماعيه اعزب، المؤهل الدراسي هي دي المشكله. انا بقالي 112 سنه في ثالثه اعدادي، كل سنه بنجح في النظري وبسقط في مشروع التخرج. والله يا استاذ مارد، يعني انا كان بودي اني اقدر اساعد حضرتك، لكل مجتهد النصيب. يعني انت اجتهد كويس، سندوتشين حلاوه كده صغيرين وانت بتذاكر هتبقى زي الفل. انا لسه ما خلصتش كلام. اتفضل. نرجع لموضوعنا. مشروع تخرجي هو اني احقق لانسي امنيه، ومن مراقبتي ليك اخترتك انت عشان تكون مشروع تخرجي. يا زين ما اخترت، بس اشمعنى اخترتني انا بالذات؟ اشمعنى؟ عشان يا عم ما تخوتنيش ارجوك، عرفت انك عفريت. يعني بهرتك بشكل مبالغ فيه يا اخي. بالذمه جدا. طب استاذنك اقلع البتاع دي بقى لحسن، حران جدا، وبصراحه انا كنت لابسها علشان ايه؟ ابهرك. اوه يما، انت متاكد انك عفريت؟ امال مكلفه نفسي وقاعد بتنطط لك وبطلع لك من كل حته عشان ايه؟ ايوه عفريت. وجهه نظر برضه، بس ده مش ممكن يكون لبس عفريت ابدا. في عفريت يلبس كوتشي؟ وانا لازم اطلع لك بحوافر وقرون يعني عشان ابقى عفريت؟ هو يا قرون وحوافر يا كوتشي، ده انت عفريت متطرف صحيح. يا عم ركز معايا بقى، اهدى كده وخليني اقول لك على الجملتين اللي جاي اقولهم لك. اتفضل. بص، من الاخر انا اخترتك انت عشان تبقى مشروع تخرجي، علشان لقيتك انسان طيب وبسيط واحلامك بسيطه، وبالطريقه دي انا اقدر احقق لك امنيتك بسهوله، وانا اتخرج بقى واخد A بلس وانا مستريح. والله يا استاذ مارد انا كان بودي اني يعني اساعد حضرتك، بس انت اخترت الانسان الخطا. ما تقولش على نفسك كده، انت جميل على فكره. انت اجمل. والنعمه انت زي الفل. ربنا يخليهم لك يا سيدي. انا عارف نفسي ما عنديش امنيات. لا عندك امنيات. لا حول الله. انا نفسي وعارف نفسي ما عنديش امنيات. ثانيه واحده. لا اله الا الله. ثانيه واحده. احنا فين؟ ايه اللي بيحصل يا استاذ مالك؟ هي دي امنيتك اللي كان نفسك فيها صح؟ اه. طب تعالى بقى واقعد جنبي، الديل كالتالي: خدمه قصاد خدمه، انا هحقق لك امنيتك، ولو حققتها لك انت تمضي لي على الشهاده دي واقدمها بقى في المدرسه وانجح واخد الاعداديه. ديل؟ ديل. بص، انا اتمنى إن ليلى تحبيني زي ما بحبها بالظبط. أنت ما تعرفش حاجة على العفاريت خالص. ليه؟ في ثلاث حاجات ما أقدرش أتدخل فيهم: الحب، الموت، وأي حاجة ليها علاقة بسياسة الدولة العليا. أمال أنت لازمتك إيه؟ ما بقيت الحاجات كلها ممكن أجيبها من هايبر. لا طبعًا، أنا ممكن أديك الحاجات اللي تخليك تلفت نظرها، والباقي عليك أنت. بس خد بالك، ليك عندي 7 محاولات بس. اوكي اوكي يلا اطلب اي حاجه.
انجز يا بهيج، مفيش وقت، انت لسه هتعمل لي كده وكده، في تاريخ تسليم ومشروع تخرج واحنا لسه في اول محاوله. يا كفايه بقى، انت بتشوشني كل ما امسك فكره طايره لي يا اخي. طب يلا فكر. لقيتها. بص انا مش هخبي عليك، انا طول عمري كان عندي علاقه واحده مريره مع السيدات، وكانت عبر الانترنت. البنت حلقت لي وراحت لشاب من بتوع الساحل اللي هم بيلعبوا جيم من فوق دول، عارفهم؟ لا بلاج. ايوه دول حبايبي اللي هم عريانين من فوق ودهنين زيت وماسكين بيره وبيسمعوا تكنو وهاوس ايوه المزيكا اللي كلها أيوة. ما فيهاش لحن دي. ايوه هي دي. أيوة. انا عايز ابقى واد من العيال دي. يا سلام، بسيطه جدا. اوكي بس خد بالك، لو في اي وقت ما عجبكش الحال وعايز ترجع زي ما كنت وتجرب محاوله جديده، في حركه معينه لازم تعملها. اللي هي دي من بقي؟ طبعا، امال منين يعني؟ اذا كان كده ماشي اوكي. يلا مستعد؟ يا حفيظ يلا حولي بسرعه. اديني احولك ايه واديك ايه؟ مالك يا بهيك في ايه؟ هو مش في السنه لهب هتلتهمني ودخان وطويل تمسك في وشي والدنيا تلف بيا والمزيكا تعلى و... الله يخرب بيت السيما اللي سوقت سمعتنا يا ابني. كل ده جرافيكس، الموضوع ابسط من كده بكتير. والله بجد؟ ايوه. بهيج طير انت. او ماي جاد، هي دي فعلا فورم الساحل. كابتن ميشو، شو بقالنا ساعة مستنيين، مش هنبدا كلاس ولا ايه؟ سوري جايز، يو نو اي واز لايك سرحان شوية، but let's go. One two three. تعمل الصبح بدري، بروح الجيم واجري، اجمل هوا يدخل صدري والناس كلها نايمين نايمين. ايه تنين سوا 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 وسوا سوا. relax اتنفسوا. feel it. Love it. نخش في تمرين الأكتاف، الكتف عنوان الرجل والمرأة. Shoulder, 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 shoulder. Right, left. Stretch it. Right, left. Stretch it. Stretch it. راح ربع ساعة، راح ربع ساعة. كوكو، مش عايز حاجة من بيروت؟ بيروت. رايح تعمل إيه؟ Basically, actually, رايح أعمل عملية. هشيل شعر صدري كله بالليزر. واو. You know زهقت. لا really really زهقت، كل شوية أشيله بالموس أشيله بالموس. بعدين الشعر بيغطي على رسمة البنش والسكس باكس، وفكرة الرجل اللي بشعر بسيتره دي يعني ياكي. مش عايز أتخيل. المهم لقيت دكتور كويس؟ لقيت دكتور جامد آخر تلات أربع حاجات. أنكل فوفا هو اللي قال لي عليه. داد أنت شفته فين؟ ده أنا بقالي شهرين ما شفتوش. You know I was like having fun في سانجريا، ولقيته هناك كان مأفور في الحمام. صحيح، عارف داد صاحب مين؟ البنت اللي طلعت في كليب حماية الأخير. يا ابن الإيه؟ عرفت منين؟ ما قلت لك قابلته وكان مأفور في سانجريا. درسه كانت ساقطة جوه الكابينيه. طلعته وشطفته وحكى لي حتى تعرفوا على بعض إزاي. إزاي إزاي؟ تيل مي. فاكر لما راح يزرع شعر في لبنان؟ ياه. هي ساعتها كانت بتزرع السيليكون هناك. اتعرفوا على بعض. وزمانهم دلوقتي بيحصدوا اللي زرعوه. أنت عارف يا مان لو مامي عرفت مش هتهدى لما تصاحب حماية نفسه. مامتك مجنونة وتعملها. اوتش بس بعدها في ودنا في حته دين حفله في الساحل يا معلم. لوز ات جوز عاملها الواد كيمو فيلته برايفت دي جي كارلوس اند جيس وات 10 انفيتيشنز مظبطني فيهم. ما تيجي نخلص من هنا ونطير. يس اديني يا معلم. الحق العيال بتاعك اهو. نشاط جسمك وجماله مسؤوليه كبيره. هي بقول لك انت يا يو عندك مناطق أكبر من مناطق ومدلدل اتخاذك ملزقة في بعض برضو انسى. الصيف خلاص داخل، يلا نعمل فورمة الساحل في جيم ميشو. شعارنا هو البنش بلاطة والبطن شوكولاتة. Thank you.
جاد. لوز العنب. هاي. Basically, actually, I was like, you know, كنت بسوق لقيتك واقفة بنتربة. لو عندك أي مشاكل قولي لي، ممكن أزنقفها لك. مرسي بجد إنك وقفت، أصل العجلة نامت أنا مش عارفة أغيرها، يوم فاكس موت يعني. طب إحنا ممكن نغيرها. تنسيت إن إحنا لسه عاملين ضوافرنا. Basically, actually, unfortunately, ما بنعرفش نغير العجل. إيه اليوم الأوملات ده؟ أنت رايحة الساحل؟ يب. Guess what؟ ممكن أوصلك في طريقي. بجد؟ طب بيس سيب العربية هنا عادي؟ سو وات؟ ما انا هسيب كوكو هنا عادي. طب يلا نجيب شنطة العربية. يلا يلا. تيك كير. قوي انت طلعت جامد يعني فتيق. مش للدرجه دي. لا لا بجد انت جامد هبل. كمان جامد. ميرسي قوي على كل اللي عملته عشاني ووصلتني. فكك من الخمسه جنيه المقطعه دي. يو نو احنا بقينا لايك فريندز. شور باي. باي. اوه بيبي. عايزاني اساعدك في حاجه؟ لا انا تمام. تاف جيرل. وايلد كات. اي لاف وايلد كاتس. بيبي. اشوفك في الحفله ده اساسي طبعا انت عارفه الحفله فيها ايه ايه جامد جامد باي اي لايك اي لاف اي ادور او بيبي حسن قليله تمنع بلاوي كتير ده انت فصيل موت كل سنه وانت طيب يا سعاده البيه يو تو يو تو من قدم شيء بيداه التقاه انطر بقى انطر غلبان واستحق الصدق يا بيه ابني وقع من رابع دور ومراتي بتغسل 3 ايام في الاسبوع سو وات ما انا امي بتغسل 6 مرات في الاسبوع كلا يا سعاده البيه كلا ده غير ان رجليا فيها غرغرينه والواد لما وقع كفايه خلاص انت قفلتني اليوم بدري بدري ده انت راجل قفيل انت مش محتاج فلوس انت محتاج تزيط يا دود دي انفيتيشن لحفله شتراوس الجنزبيل زيت يا برنس شتراوس الجنزبيل الحمد لله
push the door, I'm home at last. And I'm soaking. انا مش فاهمه احنا واقفين هنا بقالنا كتير بنعمل ايه. انا بردت قوي. لسن بيبي، في حوار مهم نفسي افتحك فيه. ايه الحوار؟ اوه شعري قصف، لازم اشيل الطروف. وقف، هو ده الحوار؟ اوف كورس نو. اوبفيسلي انا نفسي اخد معاكي النكست ستيب في علاقتنا. ريلي نفسي يبقى في بينا لايكينو حاجة رسمي. ميشو انت فاجئتني، احنا لسه عارفين بعض، معقول نتخطب بالسرعة دي؟ ايه القلش ده؟ مين قال نتخطب؟ انا قصدي نتصاحب. سوري انا ما بصاحبش. ايه ليه ما بتصاحبيش؟ ليه مش عايزة تصاحبي؟ انت ترضى ان اختك تصاحب؟ يا دي اختي، انت مالك ومال اختي؟ وبعدين عايز اقولك على حاجة، لو اختي هتصاحب بس ان بابليك واخوها عارف، سو وات اتدخل في حياتها ليه؟ تتدخل عشان انت المفروض راجل ولا ايه؟ انت شايفة ايه هاني؟ يا جماله صباح الفصلان، اطلع باللي معاك يلا. He got a knife bad guy. اطلع ياض باللي معاك احسن لك وما تعملش دوشة يا اما. ايه ده ايه الحلاوة دي؟ ياض الموزة الجندة اللي معاك دي، لا نزلهم لي. Let me go. Nice t-shirt, by the way. Listen, bad guy. اللي انت بتعمله ده big mistake. وكده هيبقى لينا عندكم حق عرب. Arabian right. لا اسمع انت بقى يا امور. احنا كده هناخدها. ناخدها ونسيبك سليم ولا ناخدها ونسيبك متقطع وغرقان في دمك؟ ها؟ بصي هم شكلهم كده هياخدوكي. أنا مش هينفع أتعور، أنا داخل على مستر إيجيبت. وبعدين بيني وبينك يعني طالما اللي هيعملوه معاكي ده مش هيبقى إن بابليك ومفيش فيه فيلينجز، سو وات؟ تصدق إن أنت عندك حق؟ جايز أنا جاية معاكم، بس معلش قبل ما أمشي هقول للنطع ده كلمة أخيرة. أنت بكل شكلك وعضلاتك دي أنت مش راجل أصلاً، الرجولة قلب ومواقف. ليتس جو جايز. Have fun! Enjoy! هي دي الرجولة ها؟ Wait! يلا بسرعة من البلد ده زي فوقه، دول معاهم نايف، انت هتسوقي؟ Very wild! Wait! Oh shit! But it's الله يخرب بيتك يا مالك، كانوا على وشك التحرش بيا. بالذمة مش عيب عليك، حتة بنت تطلع عرجل منك وانا اللي مكلف نفسي ونفخك، وايشي شعر اصفر وايشي عضلات وايشي تاتو، شكلك هتضيعني. لا فيها اعداديه ولا نيله. اعداديه ايه ده؟ انت دفعتك بقى لواءات يا راجل. بتعايرني ماشي ما هي كده اخر خدمه الغز علقه. عفريت لوكال للغايه. انا اختياري كان خاطئ من البدايه. عضل ايه؟ دول رجاله من بره بس منفوخين على الفاضي. يا فكرتني بجدي. جدي زمان قال حكمة، الشاب اللي اتنفخ مرة عمره ما يرجع طبيعي تاني. جدك هو اللي قال كده؟ ده كان في أول يوم ياخدني معاه جولد جيم، كان حتة يوم يا خرا. كفاية لت، انت محسسني اني قاعد مع خالتي اللتاتة قاعدين نبلبط على البحيرة، في ايه؟ ياه فكرتني بخالتي. أبوس إيدك، جو الحنين إلى الماضي اللي انت عايش فيه ده هيضيعنا، ولا انا هاخد ليلى ولا انت هتاخد الاعداديه. اخ الاعداديه، ركز قدامك ست محاولات بس. ها ايه اللي بعد كده؟ ركز.
لقيتها اثناء ما كانت بتهزقني قالت لي الرجوله قلب ومواقف. خلاص انا خلصت كلام. سوري قلب ومواقف قلب ومواقف. انت بتمثل على فكره، انت ولا فاهم كلمه من اللي انا قلتها. حبيبي استيقظ ركز معايا، انا عاوز قلب جريء، ها قلب ميت. بس ده شريف منير وده مصطفى قمر، لو تحدد بس. ايه خلاص 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 فهمتك يا بهيج، انا فهمتك. قلب جريء، قلب ميت، شراسه. ايوه بهيج طير انت. منه بقى راضيك أهلك وناسك دول أطيب ما فيكي، عايشين في قهر وظلم متحملين بلاويكي، وحميكي حراميكي وكبيرك خطيك. كبير الظلم حصان اسود ودايس على البلد، قالب عليها وطيها يخفنا من ده الولد، يخفنا من ده الولد. كيفك يا سميدة؟ عايشين عايشين بحسك وفضلة خيرك يا كبير. ما دفعتش العتاوة ليش يا رضا؟ ولا لازم الكبير يجي لحد عنديك؟ وانا اجيب منين 5000 جنيه شهريا يا عالم حرام؟ اتصرف يا سميدة زي ما غيرك بيتصرف. وانت ابو اسماعيل فك المطبخ وباعه، واحمد ابو حامد بقى يأجر دارة للطلب العراقيين ويبات هو مرته في الجبل، ولا الحاج ياسين ربنا يطول في عمره ويدي له الصحة مشغل بناته الاثنين، واحدة في جامعة الدول العربية والتانية في شارع عباس العقاد. وقد اسمه كلام يا عالم، والله حرام. واو 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 واو، اوعى تكون فاكر الفلوس اللي باخدها منك دي بحطها وديعة في الاتش اس بي سي. لا لا، الاتاوة اللي بفرضها عليك دي لمصلحتك اولا. واحنا بنشوف حاجة، احنا لا مية ولا كهربا ولا علاج، كله بيصب عندك يا كبير. دارك بقت سرايا وعمويد النور حواليها بتزغرد. دي خطة خطة يا بلد بقر. الكبير لازم يتزبط عشان يعرف يزبطكو، واني بادي من عندي وقريب ان شاء الله هنزل عليكو. انت راجل طيب يا سميدة، واني حسامحك انه بادي، بس هاخد البهيمه بتاعتك. وده اخر تقولي. اخفى من وشي، اخفى. يا كبير يا كبير يا كبير. خير يا وهدان؟ عايزك في موضوع يا كبير. ما تقول وحدينا. الحق يا كبير، مرتك حاولت تهرب. واه واه واه، بس انا لحقتها لك في اخر لحظه ورجعتها لك على الدار. الفجرة حد غيرك خد خبر بالموضوع يا وهدان؟ ولا مخلوق. انت متاكد يا وهدان؟ عيب يا كبير، ده انا اقطع لساني قبل ما يطلع سرك. هو ده العشم يا وهدان. خلي يا كبير، خيرك مغرقني. هتعمل ايه يا كبير؟ ساعه
سري لازم يندفن معاك يا وهدان. ده انا دراعك اليمين يا كبير. You know too much. ده انا الانتيم يا كبير. قتلتني. طب على فكرة مرت الكبير كانت كلب اخوي وهدان. فداك عيلتي كلها يا كبير. برا بكره انت وهي برا برا. وني كل يوم حكت لي واحد من رجالتي عشان مسك الكهربانه. رجعتي هتخلص يا بنت الكلب. اقتلني اقتلني وريحني. يا ريت بس اللي منعني عن قتلك اني احبك يا بقرة. تحبني؟ انت تعرف تحب؟ انت ما عندكش قلب. قلب؟ انت فاكرة نفسك متزوجة عين من بتوع الام اس اي؟ ادخل عليك بمقاتي ودبديبي اياك. القلب ده بتاع النسوين اللي زيك. امشي انقري على فوق وياكي اشوفك تهربي مرة تانية. امشي. ههرب وحفضل اهرب لحد ما اخرج من السجن اللي انت رابطني فيه. اخفي اخفي. اثبتي عندك. مهند داني. نفسي اعرف يفرق عني ايه الواد ده؟ يفرق ايه الواد ده؟ دخل بيتي كيف؟ انا مش مكسر الدش والرسيفر على نفوخك؟ جبتي صورته المخفي ده منين؟ عن طريق الانترنت. عنت عنتيت على عينتت عليه. يا جبلاوي امرك يا كبير. اجهز وجهز الرجاله عندكم طلعه. خبر هام: انقطاع الانترنت عن جمهوريه مصر العربيه والسودان، حيث تم العثور على الكابل المغذي للانترنت مقطوعا في اعماق البحر المتوسط ولا يزال السبب مجهولا. عفارم عليكم يا رجالة. تبقى توريني هتوصل لمهند كيف. علي الكبير وما حدش يقدر يقف قصادي. اهو بالضحكة دي بالعمة دي بالسحنة دي والخلقة دي مال البلد دي خوف. اهو عاوزين ايه يا بلد بقر؟ لم خلقاتك وارحل يا كبير. احنا ما عايزينك شيء. طهقنا من ظلمك يا مفتدي. ايوه كلنا ايد واحده. قسما بالله لو ما مشيتوا دلوقتي لخلي رجالتي يدفنوكوا مطرح ما انتوا واقفين. يا جبلاوي الف من الهطار في البلد يا كبير. الكلام ده مش كلامكم. في حد واسكم علي؟ مين مين؟ اني يا كبير. ارمي الفلفل. انتي وصلتي لهم كيف وانا قاطع عنك النت؟ عن طريق الاسمس. هذه آخرة اللي يجيب لي مرة تايفون. كيف ترفع السلاح على راجلك؟ عشان أنا مش شايفك راجل أصلاً. الراجل هو اللي يحترم مرته ما يعاملهاش كيف البقر. الراجل واجب يكون حنين على مرته، يعرف كيف يهننها ويدلعها. أنا مش قلت لك مرة يا بيبي؟ أنت عمرك ما قلت لك المزانت باللي الريق والعيشة معك كلها طولة يد ولسان وظلم وافترع الغلابة. ودي آخرة كل ظالم. أثبتي عندك يا ولية قبل ما تقتليني كلمة واحدة أرد بها عليك وعلى أهل البلد. أهلاً
تمام؟ صح؟ أظن كله قشطة. يا بجحتك يا دي النيلة يا عم، ما انت اللي قعدت تقول لي ايش قلب جريء وايش قلب ميت وايش قلب ابصر ايه، ومولع لك صوابع العشرة شمعة، اعمل لك ايه تاني انا؟ انت هترضح لي؟ احترم نفسك. مش القصد يا بهيك، اقعد بس اهدى واشرب لك كوبايه شاي. اقعد. ايه جو شاي العصاري اللي انت عامله ده؟ واتنيلت جبت قصب منين؟ ده مش الموسم بتاعه اصلا. عفريت يا عم. يا عم اتنيل. بقول لك ايه، استهدى بالله كده بقى وخلينا نتكلم كلمتين بالعقل. اتفضل. دلوقتي الطلب اللي انت طلبته انا نفذته لك، فركز بقى في طلباتك وعدم مؤاخذه شوف تحب تطلب ايه. ايه عدم المؤاخذه وتطلب؟ انت ليه محسسني ان احنا في مصمت؟ وليه مصمم ومصر انك تشوه صوره العفاريت اللي في مخيلتي؟ ليه؟ امال فين جو شبيك ولبيك والجليتر اللي بين ايديك؟ فين؟ يا سلام. طب شبيك لبيك وادي الجليتر اللي بين ايديك اهو اهو. ايه رأي؟ ارتحت كده؟ انبهرت انت كده؟ عفريت رخيص جايب لي قرطاس ترتر من النمراسي بربع جنيه وجاي تبهرني بيه؟ شيخ اجري ركز معايا بقى وبطل تريقه. عايز ايه؟ اثناء ما كانت بتهزقني للمره الثانيه على التوالي بسببك قالت لي الراجل لازم يكون حنين. ياه، تصدق عندها حق، فكرتني بجدي زمان كان بيقول حكمه عسل، كان بيقول الراجل مش بس بقوته، الراجل بحنيته على بيته واسرته. ده انا جسمي انت بيته القشعريره. شفت؟ لا لا لا، دي امثال جميله يا اخي. ما بتفتكرش الامثال دي ليه قبل ما بتحدفني الحدفات المنيله ب60 نيله بتحدفها لي ليه؟ خلاص يا عم ما تروجنيش بقى، ركز، فاضل لك 5 محاولات، اديني بقول لك اهو انجز. بص انا عايز اكون حنون. اه، اكتر راجل حساس في الكون. السلام. عارف يا مارد، مشاعري تبقى فياضة. فياضة؟ هي فياضة دي؟ انت ليك عندي حتة دين فكرة؟ ايه؟ هقولك. ايه؟ هقولك. ايه؟ اسكت بقى عشان اقولك. بص، هخليك عارف العيال اللي هم ما تيجي نشوف. ده انت عفريت سخيف ومصطنع وغير حقيقي بالمرة. اتنيل طيرني. اتنيل طير انت. منورين منورين منورين، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم نجم النجوم. النهارده يوم مميز جدا، النهارده عيد الحب، وعشان كده معانا فنان الحب، ملك الرومانسيه، حساس الجيل، سنسور اوف جينيريشن، سوما العاشق. بجد بجد منورنا النهارده في نجم النجوم. اتفضل يا سوما. سوما، قبل ما نبدا تحب اقول لك سوما المطرب ولا سوما الملحن ولا سوما الشاعر ولا سوما الممثل ولا راقص الباليه ولا الفنان التشكيلي؟ سوما الحساس. سوما، اول سؤال عندنا سؤال صعب. سوما الفنان يقول ايه لسوما الانسان؟ وحشتني قوي، ما تيجي بقى، انت فين؟ سوما، مفيش شك انك انت بقيت ظاهره وبقيت قدوه ومثل اعلى للشباب وكلهم بيقلدوك. بتنزل الشارع بتلاقي الشارع كله سوما. البوماتك عامله اعلى مبيعات، افلامك محققه اعلى ايرادات، وخصوصا فيلمك الاخير بتخني بتخني يا عم حسام، ما شاء الله مكسر الدنيا. ده نظام قوي بقى يا طموه. الله اكبر. لا طبعا بهزر معاك، بهزر. لا بجد، يعني عايز اقول لك ان النجاح ده ما بيبقاش من فراغ، يعني بيبقى نمبر 1 كام من عند ربنا، بلس نمبر 2 الروح الحبوبه اللذوذه بين فريق العمل بتظهر بجد يا طموه في قلب الشاشه. عندك حق يا سمو، والحقيقه ده كان باين جدا في الفيلم. طب احنا معانا اعلان الفيلم، نروح نشوفه ونرجع تاني ونكمل مع سوما العاشق. Ah!
ام حسام. اخر فيلم رهيب يا طموه. فاكر بلياشو اللي كانت بتخوني معاه؟ بيطلع هو عم حسام. دي مفاجاه جميله للمشاهدين. احنا سمعنا يا سوما انك انت في الفيلم الجاي هتتجه للكوميديا. لا 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 مش هبقى مقنع يا طموه. امال ايه الجديد عندك بقى؟ انا بحضر دلوقتي فيلم تاريخي حيبي طالع فيه قائد جيوش العرب اللي هم بيحرروا بلدان وبيفتحوها وكده. مظبوط. ومغير شكلي خالص يا طموه، جايب شعري قدام. والفيلم ده فيه مسج للغرب واضحة وصريحة، وده اللي جذبني فيه، ان احنا كعرب بنقول لهم احنا كعرب احنا مش ارهابني. مش ايه؟ مش ارهابني. ايوه ارهابي، ملناش علاقة بالارهاب. جميل. اوكي. وعلى فكرة الاتجاه فني بدأ يظهر دلوقتي، وبيشاركني فيه زميلي الفنان جات شوي. طبعا. عامل اغنية جديدة دلوقتي اسمها اب فانكي او فانكي اب مش متذكر، اللي هي اما سكسي. الاغنية دي بتقول يا جماعة احنا ملناش علاقة بالارهاب، احنا سكسي جيرلز بيكينيز بنعمل شوبينج متفتحين زيكم. احنا فعلا مفتقدين القيم الجميله دي في حياتنا يا سوما، وبجد انا بحييك تاني. كان انتشرت في الفتره الاخيره اشاعه انك انت على علاقه بالموديل اللبنانيه اللي ظهرت معاك في الكليب الاخير. لا تعليق. لا بجد تعمل لا تعليق. سوما اهدى. حب يا طموها علاقه بين اتنين. تتدخلوا ليه؟ واحنا محترمين فيك ده جدا يا سوما. في نهايه الحلقه بقول لك شكرا، نورتنا وامتعتنا وقدمت لنا حلقه مميزه مع نجم النجوم. ربنا يخليك، ربنا يخليك، الله اكبر عليك وعليهم، بجد بحبكم كلكم. انت بجد، وانا هقول لك حاجه يا طموه مش عشان قاعد معاكم كده، ها انت بجد حد حبوب، والمخرج حد لزوز، ومدير اضاءه حد جميل، وكلكم امارات، بحبكم كلكم، كلكم امارات. فندى مية عمري بجد اسف موت عشان تأخرت عليكي. ما في مشكلة حبيبي. لا انت مش متخيلة المحور كان واقف موت. انا خلاص قطعت المحور ده، مش هاخده تاني عشان خاطرك. ايه ما تاخده تاني، اقعد. لا عايز بجد احس انك سامحتيني من جوه. حياتي قلت لك خلاص. لا 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 قولي سامحتك. سامحتك؟ العالم كله عم يطلع فينا، اقعد بليز. بموت في عصبيتك، بدوب في قوتك، بتمرمر. بعرف بعرف كل هيدا. بيبي بدي احكي معك بموضوع. مرهم حياتي، أؤمريني انا خدامك. نحن تسرعنا يا سوما، انا ما بقدر اتخيل حياتي معك بعد الجواز. ليه؟ دي حتبقى حياه شباطه. هتخرجي بالليل براحتك مع اصحابك، هترجعي في الساعه هتلاقيني من المغربيه تحت البطانيه بدفيلك السرير يا عينيا، وأول ما تيجي جنبي ها؟ أطلع أجي وأسيبك تاخدي الدفا كله لوحدك. هي هو الجواز؟ أنام لوحدي؟ لو بتخافي هاتي مامتك. عن جد ما بعرف شو بقول لك. سوما نحن لازم نسيب بعض. إيه؟ مساء الخير. مساء النور. على فكرة أنا متابع كل الكليبات والإعلانات اللي بتطلع فيها، ومعجب قوي بيكي، وخصوصا الكليب الأخير اللي كنت لابسة فيه جلابية بلدي ومفتوحة وخلخال. ويا سلام بقى على الحتة وانت بتنزلي تنشري الغسيل وبتنضفي السلم، كنت عاملاه مع المطرب اللي هو مش عارف اسمه الصراحة، ما كلهم شبه بعض، بس هو طري كده و... مش شايفة قاعدة معايا؟ هو أنا؟ مين حضرتك؟ أنا الواد الطيب، أنا المطرب، وأنت اتفضل امشي من قدامي حالا. سوما شش طمك كمل بليز. بس انا كان نفسي اتعرف عليكي من زمان. بقولك ايه، النهارده بمناسبه الفالنتين عاملين حفله في سقاره، شرب ورقص وتهييس لحد الصبح،
ما تيجي معايا. اوكي باردون يا سوما، باي. ليلى تيجي حفين مش شايفة نسيب بعض، انتي لو لفيتي العالم كله مش هتلاقي حد حنين عليكي وحساس زيي. هاي هي المشكلة، انه انت حساس زيادة والمشاعر الكتير هيدا ما بتكفي لوحدة. سوما انت بعمرك ولا مرة ما جبتنا من شعراتي هيك وحضنتنا وبوستنا؟ لا طبعا. ليه؟ اخاف اوجعك. يا الله اخس. احكيك بالمصري تفهم علي. احكي. انت عمرك ما قفشت علي ولا عرضتني، انا اللي بعمل كل حاجة، بقول كل حاجة، نخرج فين، ناكل ايه. من الاخر انا نفسي في راجل يقود العلاقة، صاحب قرارات، راجل يشكمني مش انا اللي اشكمه. فهمت علي؟ مش يلا بينا؟ ما قلت لي شو اسمك؟ عنتر. يقبرنا هالاسم. واحد هي بكلا حياتي واحد قادر وتعمل وتنسى الغدر من طبع عايش جوا. Saved by the keeper, he made the right decision and got his angles right. Here comes the corner. It's sailing across the face. Who's boss? Senor, for the deal. Who's boss? نعم. أنا بدي أفهم. أنت ليه دايماً مصمم تحولني الإنسان وطي؟ ليه دايماً في حاجة مفلقة؟ إيش تعمل المشطة في الوش العكر؟ أنت منين يا؟ من شبرا. عارف سيما شبرا بلس؟ آه. اول شمال بعدها عند الحاج ابراهيم بتاع الكربراتير. بتاع كربراتير؟ اه بس يا خساره بقى، هدوا السيما وطالعين ببرج عالي دلوقتي. ده انا قضيت ايام في السيما. ارجوك تخلص من شخصيه خالتي اللتاته اللي انت متقمصها دي للابد. محروق الكربراتير على الكتاوت على سيما مينا بالاس. شبرا محروقه يا عم. خلاص اهدى، ما كانتش امنيه دي اللي هتخسرنا بعد. شفت بتتعامل مع الامنيات باستهتار ازاي يا ابني؟ مش ده مشروع تخرجك ولا انت بتشتغلني؟ ايه اللي بشتغلك ده؟ انا لسه جاي من المدرسه حالا. مادي الحمالات اهي والشراب والبادج معايا في الشنطه. ايه اللي بشتغلك ده؟ وهو الطالب المجتهد يرجع من المدرسه يلعب اتاري بلاي ستيشن يا مارد. نعم يا حبيب قلبي. نعم ساعدني ارجوك، انا شاب فيرجن. فيرجن فيرجن فيرجن. اشمعنى الكلمه دي بالذات اللي رنت قوي كده؟ يمكن عشان الاستاد فاضي. بس كمل كمل. ما علينا، هي قالت لي انها عايزه راجل يعرف يشكمها مش هي اللي تشكمه. راجل يعرف يقود بس يقود. سهله معروفه دي. يقود قائد، يقود فعل، قائد صفه، اسم ممنوع من الصرف لانه من الاسماء الخمسه او السبعه. يا سيدي مش وقته اعرف. انجز. هي دي قائد 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 قائد. اشمعنى الكلمه دي كمان رنت؟ دي علامه يا مارد وليها مدلول ما، وانا عشان فطين فهمتها. انا عاوز القائد دي. يعني موافق؟ اه اوكي. قائد، شخصيه محبوبه، الناس كلها بتحبه، بهيج، طير انت. كوتش متعادلين 1-1 وانا في الدقيقه 80، هنعمل ايه؟ طلع ميزو ونزل عمر. بس ميزو يا كابتن ده انت هتناقشني ولا ايه؟ انت جننت؟ اخفي من وشي ساعتي. انجز، انا القائد وليا وجهه نظر. ربنا يلطف على الماتش. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه؟ ماله الواد ده؟ في ايه؟ ينفع كل مره تطلعني كده؟ ينفع؟ هو ايه اللي كل مره؟ في تغيير يعني يطلع بره؟ ايه؟ ايه؟ بعدين بقى في الصداع ده، انا غلطان حطيته في التشكيل بشعره ده. في ايه؟ في ايه؟ اطلع بره اخلص، الله، في تغيير يعني يطلع بره، انجز. انزل انت يا عم. وسع كده وسيب. لكن انت هتضربني ولا ايه؟ امسكوا كويس يا بعين وعافيه. ليه؟ طلعتني ليه؟ عملت ايه؟ انا قائد بمزاجي، اطلعك انزلك بمزاجي. علق ده ولا ايه؟ خفوه من وشي. بصوته ده بصوته. الله يبيسك. انا قائد بمزاجي وعندي وجهه نظر وحتشوف. الله الله الله، طب ايه هيعملها ولا ايه؟ ده تموت تموت. سيبني يا عم، انا عايز اروح.
جبته من أمي. أنا صح، أنا صح. دول جابوا فينا جونين في دقيقة واحدة، 3-2 ليهم. نهار اسود، طب والعمل؟ ايه نرجع ميزو؟ انا صاحب القرار، هو فاضل قد ايه على الماتش؟ دقيقتين. انا هتصرف، امشي. اوكي يا كوتش. والله يا بنتي كان نفسي، بس دي مصر. خلاص يا شوشو، أول ما أخد الإعدادية هتقدم لك وهنتجوز وهنخلف عيال كتير عفاريت كده. يا مارد انا بقالي 112 سنه بسمع منك الكلام ده. جرايه يا شوشو، احنا العمر لسه قدامنا، وبعدين اللي خلاك استحملتي 112 سنه ما جاتش بقى على الحبه دول. خلاص هانت، انا حاسس ان السنه دي هاخدها، يعني هاخدها. فكي بقى. والله يا انسه شوشو شكلك كمان هتستني 112 سنه تانيين مع الفاشل ده. مين دي؟ شوشو شاطرة وبتساعدني في المذاكرة، بنت خالتي. بنت خالتك؟ كلكم بتقولوا كده. حضرتك قاعد بتعطف وتلطف وبعتني انا الاستاذة تشطف. سوري نسيت اعرفكم على بعض، بهيك صاحبي شاعر. بعد اذنك يا شوشو عايزين نتكلم في موضوع مع بعض. طير انت. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انت احرجتني جدا، وبعدين ايه اللي جابك بدري؟ انت هتستعبط؟ انت عارف انت حولتني لمين؟ انت حولتني للشخص الوحيد الذي لا اصلح ان اكون مكانه. انت عارف ان ماليش في الكوره واحنا داخلين على كاس عالم يا اخي. ما مش عشان اكسب ليلى او مضيع مصر كلها. مارد انا محبط جدا. لا القوه نافعه ولا الرومانسيه، أنا مش عارف أعمل لها إيه تاني. بهيك أنا قررت أساعدك. أنا جبت لك حتة دين فكرة. يا ما جاب الغراب لأمه أرزيني. في حاجة كل الناس بتطلبها مننا أول ما بتشوفنا، أنت الوحيد اللي لسه ما طلبتهاش. الإعفاء الضريبي؟ الفلوس، الفلوس اللي بتشتري كل حاجة أحياناً بتجيب نتيجة. يا فندم. مساء الجمال. يا هلا هلا، طال عمرك. بدينا الاشتغالات. امرني. الامر لله يا اخي، عايز قميص. تبغى ايه؟ لا حول الله. بص يا برنس، من الاخر كده انا عايز قميص يكون روش اخر حاجه، ويكون بالبلدي شكله ستايلش وكلرفل وشكله فخم وغالي. هرشت الليله؟ يا هلا بيك، ده احنا زمنا النبي. يا اخي كبر الموضوع. تفضل يا هلا. يا هلا مرحبا. اشتغالات. مرحبا، اهلا وسهلا. هدول اغلى تشكيله فيها كل اللي تبغاه. يا حبيبي ليه انت بتقول لي كده؟ ليه بتقول هدول وطال عمرك وفي ايه؟ انت فاكرني اجنبي ولا ايه؟ لا حبيبي انا ابن بلد زي زيك، ها؟ وباكل فول وطعميه. خد دي. صبح صبح يا عم الحاج. اموت انا في قفشات الافلام بوحه. صدق ان انا حبيتك وطلعت ابن بلد. دي اخر صيحه السنه دي. اوه قميص بينك ومرصع وخامته ستان، هذا هو ذوقي. سمبل. بكام ده؟ ب 17,999. انت هتشتغلني ولا ايه؟ لا مرني، هذا ما يهمكش اي حد. ما تقول ب 18,000 على طول يا اخي. يا سيدي خير وبركه. لازم تعمل حركات البياعين. ها شويتين دول بياع خلبوص. والله حلو حلو، مرصع بال بال بال
اوه علي بوب مارلي كمان. لا جيفارا جي 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 معروف هذا؟ ايه نعم معروف. محبوب يعني؟ محبوب جدا. يعني مسبي في الشارع الناس تشاور عليه تعرفه؟ جدا جدا جدا. والله سبع حبات كل الالوان. تحت امرك. الا قل لي يا برنسيس. امرني يا حبيبي. انتوا ايه نظام الفيزا معاكم؟ من جايه مصريه وقطايف. شوف شوف انت روح البيت روح. ايه ابا كوم. مساء الجمال. مساء النور يا فندم. مساء الحلويات. مساء المهلبية. مساء النور يا فندم. حضرتك احنا عندنا برفيوم كريمات ميك اب اكسسوارز حضرتك تحبي ايه؟ ها؟ يعني اقصد ان احنا عندنا كذا سيكشنز، في سيكشنز كريمات، في سيكشنز برفيوم، في اكسسوارز، في ميك اب، حضرتك تحبي ايه؟ انا احب اي حاجه معاكي، دايس معاكي في اي حاجه. يعني شوفي انت في ايه انا معاكي. وات ايفر يعني انا مع حضرتك. اوه طريقنا واحد ها؟ عطور. اوكي تمام اتفضل. اوه ليلتنا مطينه بطين اللالادي. سمير غانم قفشت افلام. حضرتك تحب حريمي ولا رجالي؟ حريمي موت. انا اموت في الحريمي. اديني في الحريمي اديني. في حضرتك عندنا ديور، في شانيل، في الستيلودر. الستيلودر لونج لاستنج على فكره. وفي الانجل او الاليا لو حضرتك بتحب الحاجات المسكره الشجري. مسكره؟ على كده ماما نحله كبيره. ما سالتنيش ليه؟ ليه؟ عشان خلفت العسل ده كله. قفشات ملكي تتحدى الملل. ده حضرتك متابع بقى كل الافيهات والقفشات. بصي يا اموره اعطيني حاجه من المسكره الشجري دي. يبقى انا ارجح لحضرتك لا اما الانجل لا اما الاليان، او في كمان لوليتا لمبيكا لونج لاستنج جميله. انت خربطيني ولخبطيني يا بزوزة. شوفي لي حاجه على مزاجك. ماشي يا فندم. يبقى ناخد لوليتا لمبيكا لاني معاها اوفر، بتاخد شنطه باكج فيها البرفيوم بالجيل شاور بالديودرانت باللوشن بالسلطات بالبابا غنوج دبور. اموت انا في قفشات الافلام. سكر يا فندم والله. اذا حضرتك اخذت الباكج دي بتاخد معاها تيستر لكونسيلر بيشيل اثار الاجهاد اللي تحت العين من لانكستر. انت دخلتيني في قصه كبيره يعني. هاتي هاتي. طيب ماشي هو غالي شويه يعني. غلبان. هو اصلا بكده. بس عشان حضرتك اول مره تشرفنا فهنعملك ديسكاونت هيبقى بكده. ده منظر واحد محتاج ديسكاونت. متاسف يا فندم. شيلي ديسكاونت هذه الست حبات. ايه طب حضرتك عايزهم كادو؟ لا ادفع كاش. إيه لا انا قصدي يعني حضرتك عايز الفهم لك هديه؟ لفهم لي لفه ملفوفه زيك يا بطبوطه. ميرسي يا فندم ربنا يخليك. يا سامح لف لنا ست رويت الامريكا اللي عندك لفه وصايه من فضلك. اتفضلي يا فندم عندك كاشير. حضرتك نورتينا بجد تحت امرك. انا اللي تحت امرك. ناعمه وقويه وكلها حنيه فلورا. عاشق للافيهات عاشق واكله دماغي. ليلى ايوه الاستاذ اللي مش ساب لك الحاجات دي. سيبهم لي بمناسبه ايه يعني؟ صباح الكوكواوا. هو حضرتك قاطرني بقى يعني ولا ايه؟ عموما كويس ان انا شفت حضرتك لان حضرتك فهمتيني غلط جدا. انا استحاله ان انا اقبل هديه من حد غريب. ما غريب الا شيطان حبيبي. بعدين دي مجرد هدية غالية وبسيطة والنبي ابن الهدية. طب خلاص ادم حريك شايف كده يبقى انا خدت الهدية. طب اقول لك ايه؟ ما تيجي اجي ايه فندم؟ ها؟ تيجي نيجي اوصلك. حريك برضك تاني فهمتني غلط خالص. انا ما ينفعش ابدا الى اركب العربية مع حد غريب. يا حبيبي يا بطبوطة انا كابن بلد ومدقدق ما ينفعش اسيبك تمشي في الشارع لوحدك. كله تحرش جماعي. ده غير اني سمعت في الاخبار ان السماء حتمطر بتنجان. بتنجان؟ اشمعنى؟ عشان الدنيا ساعة. افيهات مركبة اموت بالقفشات. طب ادم حضرتك شايف كده انت رايح ناحية فيصل؟
الحب الذي هو الغاز، الغاز الذي نشعل به البوتاغاز. ومعنا اتصال هاتفي من صديقة البرنامج ونقول ألو. أيوة سيما، ازيك عامل إيه؟ معلش كنت مشغولة شوية، يعني كان عندي ظروف وكده. ولا يهمك، اتفضلي. يعني أنا كان عندي موضوع كنت عايز أخد رأيك فيه. أنا تعرفت على شاب جاب لي كادو ويوصلني بعربيته وأخد رقم تليفوني وعزمني على هابي ميل من ميك. أيوة. وبعدين فاجئني بطلب إن هو عايز يتقدم لي. فأنت عارف يا أسامة اللي أنا مش حابة اللي أصدم تاني خالص. طب وانتي حاسة ناحيته بإيه؟ اي نعم انا حاسه ان ناحيته بانجذاب، بس برضك هو يعتبر غريب عني، يعني انا ما اعرفوش كويس، فبجد مش عارفه اعمل ايه. طب بصي، انا من رايي ما دام الراجل دخل البيت من بابه يبقى اكيد غرضه شريف. اخرجي معاه يوم، قربوا من بعض، اعرفوا بعض كويس. طب ادم انت شايف كده يبقى انا هديله فرصه زي ما بتقول. انت عارفه انا بثق في رايك قوي يا اسامه، مش عارفه اشكرك ازاي. مع السلامة. مع السلامة. أعزائي المستمعين، دايما بنقع في نفس الغلطة، وما تخليش اللي قدامنا يعبر عن مشاعره، وده ممكن جدا يضيع من إيدينا فرصة عمرنا. الفرصة بنت جميلة راكبة عجلة بدال ومحمد منير. حرمنا من أنسك ليه؟ هو اللي أخذك مننا إيه؟ حرمنا من أنسك ليه؟ هو اللي أخذك مننا إيه؟ على أي حال الصبر جميل، لك قلب حيترد عليك. مش يلا نمشي بقى ولا ايه؟ نمشي احنا لسه قاعدين. بس بصراحه انا مش مستريحه خالص في المكان ده، ولو ايمن اخويا روح ما لقنيش في البيت هتبقى مشكله. طيب ماشي ماشي ماشي، احنا هنقعد شويه ناكل لقمه ونطير زي العصافير وناكل فطير. افيهات نفس الوزن والقافيه. يا جرسون ونشرب عصير. امور يا باشا. امور ازاي والهارم موجوده؟ اموري. نيفا؟ نيفا؟ ليه هتستحمي؟ نيفا وصابونة وشور. فهمتك يا باشا فهمتك. لا والله بس أشوف لك يعني. إيه لو ما فيش يبقى ربع مشكل. أيوه. وكل سلو ووحدة كنزي سيفن سلايس. اللي بتلسع. ليه الجو ده؟ إيه أكل العيانين ده؟ أصلي عاملة دايت. لا لا دايت إيه؟ إحنا عايزين نملى ونربرب ها ونلزلز وتبقى رجلنا صب وسكسي. شوف يا عم ألغي الكلام ده. اسمع، إحنا عايزين لحوم، طواجن. شوف هات المنيو كله كله كله، وحط فوقه ازازتين بيرة مشبرين. ليه بقى؟ ليه؟ عشان نزروط الجي ولا يطدي في المدبور يا يوم كده. ديها يا باشا وشهيصة. معي الخط. يا على فكرة أنا كنت عايزة أقول لك حاجة، أنت شكلك مبزر. مبزر ازاي يعني؟ مبزرات يعني جاي من التبذير، يعني انت طلبت لنا اكل كتير قوي وانا وانت بس اللي هناكل. يا ستي ناكل اللي ناكله والباقي نرميه، دي لحوم يعني. باشا حبيب هرتي القرموطي. ايه ده؟ انا قلت مش هبرين. ما هم دول متلجين يا باشا. مش هبرين الكلام واضح. ما انا فاهم حضرتك يا باشا، عشان يبقوا مشبرين لازم يبقى الدنيا رطوبه، واحنا مشغلين التكييف عقبال عندك يعني. اوه هشبرهم هشبرهم. ايه هشبرهم؟ انت هتشتغلني؟ انت فاكرني اجنبي ولا ايه؟ لا يا حبيبي انا ابن بلد ومدقدق. هتقولهم لي نلي نلي هقولهم لك شريهان شريهان. ناظم يا باشا، ما انا بقول لك هاخدهم هشبرهم. ايه هاخدهم هشبرهم؟ انت كمان هترد علي؟ ها؟ فين المدير؟ وين المدير؟ الموضوع مش مستاهل يعني، هو ما يقصدش اكيد. الطيبة دي اللي بتخلي العنوان دي تنمو. يا شويش يا اسمعي لي يا سيد. يا مدير تحت امرك يا فندم. خير خير يا باشا. دلوقتي انا باقي المكان ده ادفع فلوس عشان ايه؟ تنبسط يا باشا. حلو. ولما يجي واحد حيوان
يقف قصاد رغباتي ونزواتي وانبساطي يحصل فيه ايه؟ يمشي يا باشا. حلو، الغلام ده وقف قصاد رغباتي. ايه غلام دي؟ بس تطرد على الباشا ولا ايه؟ ازاي تعكر مزاج الباشا؟ حصل خير يا باشا، اتفضل امشي من قدامي دلوقتي. امشي السعادة. مشيناه اهو. باشا انت تشتغل لي. تعال. مشيناه دي يعني طردناه، فنشناه. يعني ايه يا فندم طردناه؟ انا هشد له ودنه واربيه بنفسي. انما قطع العيش ده برضه حرام يا باشا. $20,000 ويمشي. غور يا كلب من وشي، ما اشوفش وشك هنا تاني. هسحقك. اظن يا باشا مزاج سعادتك رايق دلوقتي. حبيب هارتي. انا هروق كمان سعادتك. منورنا يا باشا. اتفضل استريح. منورنا يا باشا. ابن يوسف وب مالك حتنول اللي ببالك زربي ولا اصلك ولا فصلك ولا كوكو وجمالك ابن يوسف وب مالك تحيه كريوكا كلاسيكيات احلى تحيه من اداره المحل للضيوف اللي مأنسنا وتحيه خاصه مشبره للباشا اللي منورنا الراجل اللي محدش يقدر يعكر مزاجه واللي يعكر مزاجه يغور وسمعني احلى تحية اغنية مشكلني حبك يا روح الروح مشكلني حبك يا روحي روحي مشكلني وتعبني لبك مع الحساد يا تعبني يا ما نصحتك ويدلك كانك تحبني ابعد عن الشر يا عمري وغني له هي الفلوس اللي انت رميتها دي حقيقيه؟ هما من بنك الحظ؟ انت عارف حبه الفلوس اللي انت رميتهم دول يجوزوا شارع بحاله. ده في جوازات بتقف على باكو. تبذير اوفر يعني بصراحه. على فكره انت تتحسب على الكلام ده. ايه مالك انت؟ في ايه؟ محروقه من جوه ليه كده؟ في ايه؟ ايه جو الدراما الرخيصه اللي عامله لي ده؟ مالك؟ على فكره انا الكلام ده ما ينفعش معايا. انا راجل صاحب مزاج واحب البيت يكون فيه بنوته فرفوشه، ها؟ ما احبش الزوجه النكديه. صراحة يعني اسلوبك وطريقة حياتك دي هتخليني اعيد تفكير في موضوع الجواز. لا لا لا، تعيد تفكير ايه؟ لا احنا ما صدقنا. انا مش قادر على اخي. ها؟ اقول لك ما تكلمي اخوك دحروق ده ولا فروق. ايمن ايا كان الاسم، وابوك يكلميهم شوفيهم ياخذوا كام عشان يخلصوا الليلة. نخلص ايه؟ انت جاي تشتري طماطم؟ مجنونة يا قوطة. لا انا جاي اشتري منجايه مصريه وقطايف. لا لا لا، على فكره انت فهمتني غلط خالص. لا يا بابا فوق، اوعى تفتكر انت اشتريتني بالهابي ميل ولا بالست لويتا لمبيكا ولا بالسيبر اللي جبتولي من شهاب. فلوسك اللي انت فرحان بيها دي وعمال تبحترها يمين وشمال انت من غيرها ناسنج. بص يا اموري يا ابو دم خفيف يا بتاع عفشات الافلام، انت انا مش الجرسون اللي انت رفدته ولا الفلبين اللي بيستناك ده. انت تيجي لحد عندي والصاب بتعمل قط كده. ايه البكابورت اللي ضرب في وشي مره واحده؟ بكابورت ايه يا حليتها؟ ده انا كلاك نايت. بس 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 وعلى ايه؟ مارد استيقظ. مارد يلا يا حبيبي. بهيج انت جيت يا ابني. الايه يا عفريت؟ خير اللهم اجعله خير. يا خلاصي انت كنت بتحلم. ملاك يا ناس ملاك. نفعت؟ لا طبعا فشلت جدا. بس يلا قوم استيقظ، اغسل وشك، اتشطف، ويلا نشوف اللي بعد. امال مالك؟ مال ازاي يعني؟ مش قافش، مش متعصب، مش جازز. وحجز ليه؟ على فكره انا قلت لك من الاول انها احيانا بتجيب نتيجه. احيانا. هي ايه يا حبيبي؟ الفلوس. لا انت تمام، ده تمام. في الحقيقه والواقع انت عداك العيب وازح. طب تمام قشطه، طمنت قلبي. اللي بعده يا فاشل. انت بتعيط ليه دلوقتي؟ انا مستقبلي بيضيع ومش عارف اعمل لك ايه، وانت مفيش حاجه بترضيك وكمان بتزعلي.
خلاص ولد ولد تعال هنا تعال تعال. ايه اللي انت لابسه ده؟ حزنبل قوي في نفسك. حاسب في سلمها هنا. تعال هات ايدك اقعد اعرني انتباهك حقنا للدماء وانجازا للوقت. هنتنيل نعمل ايه في اللي بعده؟ سوري زي ما انت شايف انا كنت نايم فاتني اللي حصل. قول لي انت كانت ايه مشكلتك مع الفلوس؟ والله يا صديقي الفلوس جعلت مني شخص متغطرس شهواني، ده غير اني كنت كائن رخو ومتهدل للغايه. الفلوس طلعت ما بتشتريش كل حاجه. والله انت ابن حلال وفيك شيء لله وربنا بيحبك انك ما شفتش المهزله اللي حصلت. ليه؟ مش عارف يا اخي كان دمي تقيل بعيد عنك بطريقه غريبه. الله 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 في الله. ايه؟ ما نخليه خفيف. ما هو بطرطورك ده انا ما اضمنكش، ممكن تحولني شكوكو. يا راجل ده انت قديم قوي، انا عايز اخش على الجديد، اطلع على الفريش، روش، كول كول بهيج. طير انت. انا لسه موجود. ايه سوري. She's crazy like a fool. تسكوري منين؟ حمادة هيد. وانت؟ believe it or not حمادة هيد برضو. it's a small world. انا مش مصدق نفسي. احنا شعرنا زي بعض، بنرقص زي بعض، وبنضرب بنفس الراجل. حتى اليوم اللي اخترته عشان انزل فيه سبعيناتي لقيتني برضو سبعيناتي. girl احنا لازم نتجوز. الجوز وش بس بما اننا داخلين على علاقة ومسؤولية وولاد، في عيب خطير في شخصيتي احتمال يبوظ علاقتنا دي خالص. كمان بيبي سايق. انا لما باكل بفرفت حواليا فرفت السنين. واو انا بفرفت فرفت التنين. كول صباح الزروطه. بص يا ماو انا بجد موهومه. يور ذا وان. كمان يلا نتجوز. انت ما فيش فيك غلطه. لا في البي سايق عروستي وبالفرح جاي تصرمه. انا كنت متاكده ان انا هلاقيك هنا. اوه شيت انا سقطتك. ليلى ما حبيت انت طلعت شاب بويز تي بول. واو سمعت قالت ايه؟ طلعنا كمان بنشتم زي بعض. انت ما عندكش دم. ده انا قفشتك مع كل الناس، مع انتي مع جارتي مع بنات خالتي كلهم، حتى طنط منال ما عتقتهاش. طنط منال دبور. انا اللي كنت فاكراك هتتغير بعد الجواز. صحيح ده الكلب عمره ما هيتعدل. اوفر مود سيحدلي في المكان. على رأي بوب مارلي نو وومن نو. الجاذبية اللي بعده. ماشي. النفوذ اللي بعده. ماشي. الحكمة يا شيخ اتنيل اللي بعده. مش حاضر. النضج ايه؟ النضج سوري في ضمه. النضج النضج بذمتك يا اخي انت عارف اللي بتقوله ده معناه ايه؟ لا مش عارف مش عارف يا بهي. هما اللي بتقولوا خلاص اللي بعده. حاضر. ايه تاني ايه تاني؟ الشجاعه المفرطه.
أظن دي طبعاً هتحولني فيها الأسد. خرب عقلك واخدها من على لساني. ثانية واحدة، ثانية واحدة، ثانية واحدة، وريني الكتاب ده. سلاح العفريت. اللي ذاكر ذاكر، حرام عليك، دي آخر محاولة. حاضر، اتوترت مني ليه كده؟ اقعد يا حبيبي، اقعد بس، اسمع، ركز معايا، ركز، أعرني انتباهك. احنا عايزين نتحد سويا للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من التركيز، اللي بيها نصل إلى فكرة منمقة، ها، وتتصف في نفس ذات الوقت بالشمولية فقط. بمعنى لازم أنزل لمستواه. بص يا برنجي، ايوه، احنا عدم لا مؤاخذه كده، ها، هناخد الحلو من هنا، نقوم ظبطينه على الحلو من هنا، نقوم عاملين بقى السليمه، نعمل السليمه بقى ونطلع حاجه استيك، شغل فنادق كده يعني، كوكتيلك حبيب قلبي يا ابو عيال. الفاكهه الحلوه نضربها مع بعضيها وشب الفخفخينه. تمام، احبك يا فرغلي. بس فهمتك، بس توليت. اوكي، بص يا سيدي، واد شقي على برنس، واد شجاع على طيب كده، انا عايز من ده يحزنبل، انا عاوز من ده، واد مخلص، مفيش حاجه تقف قصاد حبه، بطل اسطوري خرافي، واد كده بالاخر مبهر وساحر بهيج، طير انت. بس استنى يا عم حزنبل، اليوم خلص، سيبه يقول لي حكايه البلبل. أرجوك يا مان، ركز، دي آخر محاولة. ولا تقلق، ربنا يستر. करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, मेरा दिल भी तेरा तलबगार हो जाए, मेरा दिल भी तेरा तलबगार हो जाए, रब करे मुझको भी प्यार हो जाए, रब करे मुझको करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, अशीकी मुझे बच्चे देना, उसको छोड़ देना, नहीं तो मैं कत्ल करूंगा। चीता को देखो, उसके नजर से छोड़ भी मालूम, मैं मुझे इसे नहीं झूठ रखना, वरना करो कसम से। ठीक है, गोली गोली देना, अशीकी महबूबा, अशीकी। मैं हिंदुस्तान से आया है। शुष्क शहर है, मरती सबको मरती है को। कैसे मार दिएगा? अब सूच रहा है। कमसूत्र मीनचे अरहु। अशीकी, अहू, महबूबा,
آپ کو اس لوگ نے کیا کرا ہے؟ میں بھگوا کو شکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا میں اس سب کو قتل کروں گا. دوسری دوسری بچہ ہے. ٹیسٹ دوست لپو. ہر کو مارنا شاہی ہے تھا دوشا لے جانا ہے. مجھے بات بتایا تمہار کو. محبوبہ, میں آپ لوگوں کو پاس آ سکتا ہے. مرنا سے پہلے چلنا پاگل. محبوبہ آخر نے او معاف کرو, او بیس دلا گنڈلی مکی او چم جگہ لو چو جان. بس کو آس لڑی کیسے شادی کرنے نہیں سکتا ہے. بزرگ کیوں؟ یا تمہارا بہن ہے. نہیں آج دنیا باجی مانی نکی آ رہا یوم نمازی با سيب انك ضيعت وقتك مع عفريت فاشل زي. انا خلاص شكلي هسيب التعليم واتعلم لي صنعه. انا بفكر افتح سايبر. عارف يا بهيج, انا متضايق قوي المره دي, مش عشان سقطت, انا واخد على كده, بس علشان كان نفسي احقق لك كل اللي كان نفسك فيه.
كان نفسي اخليك مبسوط بجد. مبروك. ايه ده يا بهيج؟ انا مديت لك على الشهاده عشان انت فعلا عملت اللي عليك. العيب فيا انا يا مارد، انا اللي معرفتش اخليها تحبني. بهيج، انا عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي. انت انسان طيب وقلبك ابيض، وانا من معاشرتي للبني ادمين انت حاله نادره. اوعى تتغير يا بهيج، ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك. صدقني اكيد في يوم هتلاقي البني ادم اللي شبهك، اللي تشوفك من جوه مش من بره. توحشني قوي يا بهيج. أنا لازم أمشي. طير أنت. مش هتعمل لي دي؟ أهو. باي باي. مارد. أنت اسمك مارد إيه؟ أنا لحد دلوقتي ما أعرفش اسمك بالكامل. يا راجل. مارد الكدواني. ياه، باللي شفته في الكام يوم دول خلاني اتعلمت كتير قوي. انا اكتشفت انك ممكن ما تكونش راجل شكله حلو، بس بمواقفك وعمايلك تخلي الست تشوفك اجمل رجل في العالم. ممكن ما تكونش غني، بس لو ما بخلتش عليها وكنت كريم معاها هتقدرك وهتحترمك، وساعتها لو جبت لها وردة هيبقى كأنك جبت لها الدنيا كلها. الراجل الحقيقي هو اللي يعرف يقود العلاقة، مش بالعافية ولا بالزعيق، إنما بالحكمة والحنية. الراجل الحقيقي ولا حاجة من غير الست. الحكاية عاملة زي طبق السلطة، ما ينفعش يبقى كلها قوطة وما ينفعش يبقى كلها خيار. ألو. أي إيه؟ الحمد لله كويسة. بقولك الدكتور اللي عالج الكلب بتاعك اسمه إيه؟ طب معاكي نمرته؟ طب ابعتيها لي ضروري بسرعه جدا، اصل الكلب بتاعي بيموت ومش عارفه اعمل له ايه. كل ما اروح عياده الاقيها قافله. طيب دوري عليها وكلميني بليز ضروري. باي. الو دكتور بهيج. ايوه يا فندم، مين معايا؟ انا قابلتك في المستشفى واديتني الكارت بتاعك. انا اسمي انسه ليلى. دكتور بهيج. دكتور كويس؟ انا تمام. عايزه ايه انت؟ نعم. سوري حضرتك عايزه ايه؟ امريني. انا الكلب بتاعي انت عارف كان تعبان، هو دلوقتي عيان جدا. طب 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 ما حضرتك تيجي تشرفيني بكره في المستشفى. يا ريت يا ريت تيجي تشرفيني في المستشفى بكره، وانا هعمل لك كل اللازم. متهيألي مش هيقدر يستحمل لحد بكره. لو حضرتك في العياده انا ممكن اجي لك دلوقتي. ما هو للاسف عياده عياده. اهلا وسهلا. يا اهلا و اتفضلي حضرتك. اتفضلي. انا مش عارفه ماله يا دكتور، مش بيتحرك وطول الطريق قاعد. اهدي
هاتي هاتي، هو في ايدي الامينه. هاتي ياخدي كلبوبو. معلش انا ممكن اغسل ايدي؟ لا طبعا، المرحاض من هنا. خن اخ، تعالى تعالى يا وش السعد، تعالى. ده انا عاجز عن شكرك. اي خدمه يا معلم. مارد مهارتك صح. جابك هنا دلوقتي. بصراحة ضميري أنبني، مش أنا اللي أنجح أو أنطى. أنا لبست الكلب وديتها الكارت وجبتها لك لغاية عندك، الباقي عليك أنت بقى، صح يا صاحبي؟ أنا أتصرف إزاي دلوقتي؟ قول بقى كل اللي جواك، أنت أخرج من الشرز اللي أنت فيه ده. بهيج خليك فاكر أنت من جوه كويس، ما تحاولش تكون حد خالتي تاني. خالتي اللتاتة، أبوس إيدك، الكلام ده قلته لي ياما قبل كده. ما فكرت؟ انصرف بقى. في حاجة يا دكتور؟ في بعض الذباب في معملي. اتفضلي، هو الان نظيف. ها طمني. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، كلبك بيعاني من فيروس لعين ملوش علاج في العالم حتى الان. بس اطمئني، انا اوريدي بدات اعمل ابحاث على هذا الفيروس ووصلت لتركيبه، جربتها على اكتر من كلب وحالته متحسنت. يوه يقطعني، تشربي ايه؟ ميرسي ولا حاجه. لا ازاي، انت في بيتي. هو ده بيتك ولا عيادتك؟ يعني تقدري تقولي يعني من ده على ده، يعني زي ما انت شايفه انا عايش لوحدي في هذا الفراغ العملاق، فقلت اخصص جزء واعمله عياده. تشربي ايه بقى؟ في هوت شوكلت؟ انتي قلتي هوت شوكلت؟ في مشكلة؟ يعني انتي بتحبي الهوت شوكلت؟ لو مفيش ممكن اطلب حاجة تانية. مفيش؟ ده انا ما عنديش الا هوت شوكلت، ده انا عايش على هوت شوكلت، يعني لسه انا لسه بيطلع لي حبوب شباب حتى الآن بسبب الهوت شوكلت. ثانية واحدة. هو انت اللي كاتب الكلام ده؟ لا بصراحه يعني وانا قاعد بشتغل يجيلي بعض الخواطر فبسجلها. سوري في اللي هقوله، يعني انا ما اعرفكش كويس، بس انت تركيبه غريبه. ودي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ انا قصدي يعني انك دكتور شغال على تركيب الدواء الفيروس ملوش عليك في العالم وتكتب كلام جامد كده، حتى بيتك او عيادتك ذوقه مختلف. ودي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ لا حاجه حلوه طبعا، انا اصلا عندي جاليري صغير كده فبحب الذوق ده قوي. يعني مثلا المكتب عاجبني جدا، الاباجورات، حتى البراويز. ايه ده؟ ده حنفي. حنفي مين؟ حنفي ده فيش، ده صديق طفولتي، جدي الله يرحمه جابهولي وانا عيل صغير قد كده. ارقد في سلام يا ابو الاحناف. مش مصدقك بجد، اصل انا على طول اصحابي بيقولوا عليا مجنونة حيوانات، بس طبعا بالنسبة لعلاقتك بحنفي واضح ان انا طبيعية جدا. اصل انا عاشق للحيوانات، عالم بيور نقي، العلاقات فيه بسيطة مش معقدة زي عندنا. يعني عمرك شفتي حمارة حبت حمار عشان عنده نفوذ، ولا خرتيتة سابت خرتيتة عشان مستواه المادي مش قد كده؟ بصراحة لا. شفتي ازاي الحكاية عندهم بسيطة جدا، اتنين اتقابلوا انجذبوا لبعض قرروا يقضوا حياتهم كلها يسعدوا بعض بس. طب والكلب؟ حتى الكلب عمرك شفتي كلب بلدي يتجوز كلب ألماني عشان ياخد الجنسية؟ لا أنا بتكلم على الكلب بتاعي، أخباره إيه؟ كلب حضرتك. حضرتك حسيبولي هنا يومين إن شاء الله، حضرتك هيبقى زي الفل. حضرتك هو ليه كل شوية حضرتك؟ أنت زعلتي؟ لا بس الموضوع مش محتاج حضرتك يعني، صح؟ أنا بحاول أحترمك. سوري أنا مش قصدي والله، ده أنا غلطت، أنا قصدي إني وحياة معجب بيك، أبقى قصدي محترمك. أنا فاهمة والله، أنا فاهمة. عموما ميرسي أوي، أنا هبقى أكلمك بقى عشان أعرف أخبار الكلب. يا ريت. طيب انا هدخل اجيب شنطتي بقى عشان امشي. اوكي اتفضلي. انسه ليلى، انا كنت عايز اقول لك اني مبسوط جدا اني اتعرفت عليكي. انا كمان مبسوطه جدا ان انا اتعرفت على شخص مختلف زيك، دي حاجه حلوه برضو. لا 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 مش انا، اكتر يعني انا عايز اقول لك اني مبسوط جدا اني اتعرفت عليكي. طبعا اتفضلي باي باي. دكتور بهيج. ايوه. ما سالتنيش اسم الكلب بتاعي ايه؟ يا ترى ايه؟ حنفي. باي باي. سجل يا تاريخ،
اليوم هو أسعد أيام حياتي. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring. وسعادتي اكتملت لما شفت فرحتها وانا جايب لها الكلب بعد ما خف. In other words, يوميها قعدنا نرغي كتير قوي. In other words, ومع الوقت بقينا اصحاب واكتشفنا ان احنا شبه بعض في حاجات كتير جدا. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, لحد ما جه اليوم اللي لقيت نفسي فجأة وبدون أي مقدمات بقولها